جميع الفريقين. ما تكلمنا لا عن التشكيل لا عن الترتيب. وسام والهدف الاول، وسام سعدون اللاعب الفنان لنفط ميسان يتقدم بهدف، هدف اول من ركله جزاء. وهنا مدرب الفريق عدي اسماعيل، هدف اول، هدف اول من ركله جزاء لنفط ميسان عن طريق الفنان وسام سعدون. هدف اول باول 25 ثانيه، اذن يتقدم. حسين علي عاليه داخل منطقه الجزاء وجول للنوارس، للنوارس. هو 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 الحجي، هو حجي الامه الزورائيه لؤي صلاح ياتي بالافراح، ودائما ما يسجل طبعا في مرمى نفط ميسان. زبون دائم الحجي يعدل للنوارس. لؤي صلاح سجل طبعا في الموسم الماضي على نفط ميسان ويسجل هذه المره. لؤي صلاح يعدل للزوراء براسيه جميله، والنوارس وفرحة جماهير النوارس، فرحة الزعيم بهدف التعديل بوقت مثالي طبعا. لكن شوف الخبرة، شوف اللؤي بالرأسية الجميلة. لاحظ 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 من الشاب مصطفى يهيئ الكرة، ولؤي بالخبرة وبهدف 118 في طبعا هدف الشخصي، هو ترى عضو طبعا عضوية نادي المئة هدف. وهدف جميل، ما اعرف هاي النظارات والحركة، امجد راضي سواها، حجي لؤي سواها، لكن فيستون فيستون نديم خطيرة داخل منطقة الجزاء. علي رحيم تمرير، حسين تسديدة، ثاني 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 ثاني. اوه لحسين علي للزوراء، للزوراء، الزوراء. وكل الفرق جمهور، بس احنا امه. لو تحسب النجمات 13 نجمه. ثاني للزوراء، قايل لكم الوقت الذهبي للفريق دائما ما يسجل بهذه الدقائق. حسين علي، حسين علي، اوه افرح يا رجل، افرح يا ايوب. اوه ديش صف، يقول له ما تصعد بعد، ما تصعد ولا بتشوف الساعه. هدف جميل للنوارس عن طريق حسين علي. الله الله، زورائيه ارضيه، اوه اوه بالشباك الميسانيه، جميله جدا من حسين علي. حسين علي نورس الصغير بمرمى ميسان، وشوف الفرحه على حسين علي. ثاني للزوراء، ثاني للنوارس، ثاني للزعيم.